بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الويت initialization، وهنتكلم عن أهمية الويت initialization، وهنتكلم عن طرق مختلفة للويت initialization زي الزافير وزي الهي initialization. في البداية احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لازم نعمل initialization للويت بـ small random numbers. تمام، الراندوم نمبرز دي عشان نعمل بريك للسيمتري. هتلاقي النوز لو الويت اللي داخل عليها مختلفة عن بعضها أو القيم بتاعتها مختلفة عن بعضها، فهتلاقي النودز دي بتتعلم حاجات مختلفة عن بعضها. تمام، برضو هتلاقي الأرقام اللي احنا بنعمل بيها initialization للويت هتلاقي المفروض لازم تكون relatively small. تمام، relatively small، واحنا قلنا قبل كده إن الليرنينج بيكون أسرع لما تكون قيم الويت والانبوتس برضو معمول لها normalization، والويت تكون معمول لها initialization بقيم صغيرة. ده عندك مثال ل مالتي لاير بيرسيبترون. تمام، وهنفترض ان احنا هنستخدم السيجمويد اكتيفيشن فانكشن. لو احنا جينا نحسب الجريديان بتاع اللوس فانكشن بالنسبه لويت 1 1، فالجريديان بتاع اللوس فانكشن بالنسبه لويت 1 1 عباره عن البارشال بتاع ال على بارشال او مضروب في بارشال او على بارشال اي 1 2 مضروب في بارشال اي 1 2 على بارشال اي 1 1 مضروب في بارشال اي 1 1 على بارشال دبليو 1 1. تمام، هناخد الجزء ده اللي هو البارشال بتاع ال a 1 2 على بارشال a 1 1، هو البارشال بتاع دي النود دي على النود دي. تمام، خلي بالك هتلاقي قبل ما تحسب الاكتيفيشن هتلاقي في جزء انت بتحسبه اللي هو النت انبوت اللي هو الزي، ففي عندك كأنه في نود كده اسمها زي 1. تمام، زي 1 اوف 2 اللي بحسب فيها النت انبوت اللي داخل على النود دي. تمام، فمشتقة a 1 2 على او البارشال بتاع اي 1 2 على بارشال اي 1 1 عبارة عن ايه؟ هو الجزء ده هتلاقيه بيتكون من جزئين مضروبين في بعض اللي هو بارشال ده عبارة عن بارشال اي 1 2 بتاع النود الثانية. تمام، على بارشال زي 1 2. تمام، طبعا ال A دي الاكتيفيشن فانكشن. تمام، مضروب في بارشال زي 1 2 على بارشال A 1 1. تمام، امسك الجزء ده، مشتقة السيجمويد فانكشن بالنسبة للنت انبوت. تمام، دي السيجمويد فانكشن هي أقصى قيمة ليها عند ما لا نهاية بواحد وأقل قيمة بزيرو، بس المشتقة بتاعتها لو هترسم المنحنى بتاعها هتلاقي أقصى قيمة ممكن توصل له اللي هو الديريفيتيف بتاع السيجمويد هو ربع. تمام، يبقى هتلاقي الجزء ده فيه الربع. الجزء ده احنا الجزء ده حسبناه للليير واحدة عبارة عن ربع، أقصى حاجة ممكن توصل لها أصلا. تمام، هي عبارة عن ربع. تمام، يعني هنفرض في أحسن الأحوال إن عندك ربع في الجزء ده. طب لو عندك أكتر من لير يبقى هتلاقي المشتقة السيجمويد هنا أقصى حاجة ليها ربع، ولو كان في لير تاني هتلاقي هنا في ربع مثلا. تمام، مضروبة فيها. تمام، وهتلاقي مثلا لو في لير تالتة هتلاقي هنا في ربع وهكذا. تمام، فلو فرضنا إن عندك 10 ليرز، 10 ليرز ورا بعض مستخدم فيهم سيجمويد فانكشن، وقلنا أقصى قيمة للسيجمويد هتكون عند الزيرو هنا أهو، تكون عند الزيرو بربع. جت منين الربع دي؟ إن المشتقة بتاعت السيجمويد عبارة عن سيجما في واحد ناقص سيجما اللي هي زيرو، مشتقة السيجما بتاعت الزيرو اللي هي بنص، نص في واحد ناقص نص يعني نص في نص يعني بربع، أقصى حاجة ممكن توصل لها هي الربع. تمام، فلو عندك 10 لير يبقى هتلاقي عندك هنا ربع مضروب في ربع مضروب في ربع وهكذا، هتلاقي الرقم ده بيصغر معاك. تمام، هو قيمة الجريدين ده بتصغر جدا. تمام، هتلاقيها بتقرب من رقم حوالي 10 أس سالب 6، ده رقم صغير جدا. دي فكرة الفانيشنج جريدينت، ان الجريدينت بيبقى صغير جدا مع فانكشنز او مع اكتيفيشن فانكشنز زي مثلا السيجمويد. تمام، في الحاله دي لو الجريدينت كان صغير جدا ففي الحاله دي التعديلات اللي هتحصل على الويتس هتكون قليله جدا، فهتلاقي الليرنينج بطيء جدا. تمام، دي مشكله الفانيشنج جريدينت بروبلم. تمام، طيب احنا بنحل مشكله الفانيشنج جريدينت بروبلم. تمام، هي الطريقتين دول هي الزافير والهي انيشاليزيشن. طب احنا الطرق العادية اللي احنا بنعمل initialization للويتس بسامبلينج from a random uniform distribution. random uniform distribution، تمام، ما بين ارقام مثلا محصورة بين الزيرو والواحد، او الافضل انك تستخدم ارقام محصورة مثلا ما بين سالب نص ونص او ارقام اصغر من كده، تبقى بس اهم حاجة يبقى فيها اجزاء موجبة وسالبة.
او ممكن تستخدم سامبل من جاوسن ديستريبيوشن. جاوسن ديستريبيوشن لازم تحدد لها المين، لازم تحدد لها الفاريانس، تمام؟ مين وبني مين يكون يستحسن يكون بزيرو، والفاريانس يكون سمول، رقم مثلا زي 1 من 10 او 1 من 100، تمام؟ طيب التو كومن ويت انيشاليزيشن سكيمز هما الزافير والهي انيشاليزيشن، تمام؟ هنشوف الفكره بتاعت الزافير والهي، او الطريقه اللي بيستخدم فيها الزافير والهي، تمام؟ الزافير انيشاليزيشن، تمام؟ هنا الزافير بيفترض انك بتستخدم التان اتش اكتيفيشن فانكشن. بيقول لك في ميزه في التان اتش عن السيجمويد، a bit more robust regarding vanishing gradients، تمام؟ هتلاقي ان التان الجريدينتس بتاعتها اقصى حاجه للجريدينت في حاله التانش، حاله التانش هي التانش اصلا الديريفاتيف بتاعها عباره عن 1 ناقص تانش تربيع، واقصى قيمه اصلا للتان اتش عباره عن 1، اقصى قيمه ليها عباره عن 1، تمام؟ واقل قيمه ليها عباره عن سالب 1 او سالب 1، بس التربيع ده اقل قيمه ليه اللي هي كام؟ اللي هي 0، تمام؟ أقل قيمة للتربيع بتاع التان اتش ده عبارة عن 0، تمام؟ فواحد ناقص 0 يبقى أقصى قيمة للمشتقة عبارة عن 1، لكن في حالة السيجمويد كانت أقصى قيمة للمشتقة بربع، فهتلاقي الأرقام بتاعت التان اتش كبيرة شوية، ما لو كان في أكتر من لير مش هتلاقي الجريدنت النهائي بيبقى صغير جدا، ففي الحالة دي التان اتش هتلاقي أفضل من السيجمويد في حالة ال vanishing gradient gradient problem، تمام؟ بس هنا بيقول لك في مشكلة تانية في ال 10 H اللي هي it still has a problem of saturation. ايه في ايه saturation دي؟ بيقول لك ان near zero gradients، ال gradients بتبقى قريبة من الصفر، تمام؟ if inputs are very large، لو ال input بتاعها very large لو سواء كان positive او negative، فهتبص كده هتلاقي ال 10 H كده اهو، الجريدينت لو كانت ارقام كبيره هتلاقي الجريدينت بتاع خط مستقيم ده قريب من خط مستقيم، فالجريدينت بتاعه بزيرو، والجريدينت بتاع الجزء ده برضه بزيرو، انه يعتبر كانه خط مستقيم. اغلى قيمه للجريدينت تلاقيها في الجزء اللي في النص ده، تمام؟ فدي مشكله من المشاكل اللي موجوده في التانيتش اللي هي مشكله الساتوريشن. فاحنا عايزين نتغلب على المشكله دي. تغلب على المشكله دي ازاي؟ بانك تستخدم مثلا الزافير انيشاليزيشن. يا زافير انيشاليزيشن از ا سمول امبروفمنت for initializing weights for 10H، يبقى انا بستخدم الزافير initialization لو انت هتستخدم ال 10H، تمام؟ الفكره بيقول لك انت بتعمل initialization عادي في البدايه لل weights from Gaussian or uniform distribution، بتعمل في البدايه initialization لل weights بس بعد كده تعدل لل weights، تعمل scaling لل weights بس ال scaling ده يبقى proportional، متناسب، تمام؟ متناسب مع عدد ال inputs اللي داخله على اللير، تمام؟ عدد ال inputs اللي داخله على اللير، تمام؟ فلو مثلا عندك انت رايح تعمل سكيننج للويتس اللي داخله على الفيرست هيد اللاير، هيبقى في الحاله دي عدد الفيتشرز في الداتا سيت هو ده عدد الانبوتس اللي داخله عليه، تمام؟ طب لو رايح تعمل ويت انيشاليزيشن او السكيننج للسكند هيد لاير، في الحاله دي عدد اليونتس اللي موجوده في الفيرست هيد اللاير هي دي بتمثل عدد الانبوتس اللي هتناسب معاها السكيننج ده، تمام؟ طبعا المعادله هتبقى بالشكل ده، ادي الويتس بتاعت لاير معينه، تمام؟ الهيد اللاير معينه عباره عن الويتس مضروبه في جذر 1 على ام اوف ال ناقص 1، ال ناقص 1 ده الاندكس بتاع اللاير، فلو كنت في اللاير ال ففي الحاله دي هتجيب عدد الانبوتس بتوع اللاير اللي قبلها، ام دي is the number of inputs units to the next layer، تمام؟ يبقى ام اوف ال ناقص 1 عباره عن عدد الانبوتس اللي داخله على اللاير ال، تمام؟ يبقى الويتس الجديده عباره عن الويتس القديمه مضروبه في جذر 1 على ام اس ال ناقص 1، شوف الام عدد الانبوتس اللي داخله على اللاير كام، تمام؟ وتضرب في جذر 1 على الرقم ده، تمام؟ طب هنا فرض لك في البدايه ان الدبليو اي والجي عمل لها انيشاليزيشن في البدايه بنورمال ديستريبيوشن، نورمال جاوسن ديستريبيوشن ليها مين بزيرو وفاريانس بواحد من 100، طبعا الكلام ده استخدمه في البيبر الاساسيه بتاعت الزافير انيشاليزيشن، تمام؟ طبعا نفس الكلام، تمام؟ هنا بيقول لك sometimes الجزء الام ده الـ m of layer ناقص 1 اللي هو اللي داخل على اللير دي بنسميه الفان ان، ده عباره عن جارجون يعني ايه مصطلح كده في الديب ليرنينج، بنسمي ان عدد الانبوتس اللي داخل على اللير معينه بالفان ان، تمام؟ في ناس تانية لما تيجي تحسب اللي هو السكيلينج ده او تعمل سكيلينج بتضرب بدل ما تضرب في جذر 1 على m اس ال ناقص 1 اللي هو الفان ان ده m of l ناقص 1 بتضيف عليه الفان اوت، والفان اوت ده عباره عن m بتوع اللير نفسها اللي طالعين من اللير
نفسها، وبيقول لك ان الكلام ده it works fine، بيشتغل مظبوط تمام، يعني مفيش فرق كبير في الاوتبوت ما بين الطريقه دي والطريقه اللي بتاعت اللي في البراكتس دي او البراكتيكال تمام. طبعا هنا بيقول لك المشكله طبعا في بدايه ال vanishing gradient problem ده الاكتيفيشن فانكشن، بس اللي هي من الباك بروباجيشن، لان الجريدينت بتسيبه من الاخر وبتوصله للويتس اللي في الاول او في الويتس اللي قبل كده تمام. فانت لو عندك في اول لاير كانت لاير 1 اللي ممثلها باللون الاحمر ده تمام، ولاير 2 بيمثلها باللون الاخضر، ولاير 3 بيمثلها باللون الازرق، ولاير 4 باللون اللي هو البنفسجي تقريبا، واللون اللي هو النيلي ده اللي هي اللاير 5 تمام. ففي البدايه هتلاقي ان في اللاير 1 تمام، في البدايه انت بتبدا الباك بروباجيشن من اخر لاير تمام. ففي اخر لاير هتلاقي ان القيم بتاعه الجريدينتس هتلاقيها مالها، هتلاقيها متوزعه هنا في الجزء اللي هو النيلي ده، متوزعه على ارقام محصوره، ارقام سالبه وارقام موجبه وهكذا. بس بعد كده كل ما تتقدم في اللايرز هتخش على اللاير اللي قبلها اللي هي لاير 4، هتلاقي القيم بدأت تقرب من الزيرو، بعد كده كأنه بيحصل لها شرينكج كده تمام. اللاير اللي هي لاير 3 ولاير 2 لحد ما تلاقي لاير 1 ارقام قربت جدا من الصفر، هتلاقي فيه قيم مش موجودة اصلا عندك، اللي هي كل الارقام بقت قريبة من الصفر. فكده دي مشكلة الفانيشنج جريدينت بروبلم تمام. اول ما تطبق الزافير انيشاليزيشن شفت الاختلاف في الجراف بتاع الباك بروباجيشن تمام. هنا اللاير 1 واللاير 2 واللاير 3 واللاير 4 واللاير 5 بالالوان دي تمام، هتلاقيهم كلهم تقريبا قريبين من بعض، كلهم ارقام متوزعه ما بين على الصفر يمين وشمال. لكن في حاله قبل ما استخدم الزافير انيشاليزيشن كانت الارقام في اخر لاير اللي هي اللاير الاولانيه لاخر لاير هيوصل لها الجريدينت، اخر لاير هيأثر فيها الجريدينت، هتلاقي ان التأثير فيها بيكون ضعيف جدا. لكن لما تطبق الزافير انيشاليزيشن هتلاقي ان التأثير بيبقى تقريبا متوزع على اللايرز كلها تمام. طبعا الطريقه الثانيه اسمها الهي انيشاليزيشن تمام. الطريقه دي زي شبه الطريقه الثانيه، بس هنا بيستخدم بيعتبر انك مستخدم الريلو اكتيفيشن فانكشن. في الحاله دي بتغير بس في الجزء ده، انك بتضرب في فاكتور اوف 2 اس نص اللي هو جذر 2، كأن دي لو ضربتها في جذر 2 هديك الاثنين، هتدخل تحت الجذر تبقى 2 على ام اوف ال ناقص 1 تحت الجذر تمام. فقيمه السكيلينج هتبقى هنا الويت مضروبه في جذر 2 على ام اوف ال ناقص 1، ده اللي هو الفرق ما بين الهي والزافير انيشاليزيشن تمام. فانا بقول لك الويت انيشاليزيشن في البايتورش انا بطبق الكلام ده ازاي. هنا بيقول لك ده السورس كود بتاع البايتورش نفسه، السورس كود بتاع اللينير اللي هو الفولي كونكتد لاير تمام، الكلاس بتاع اللينير تمام. هتلاقي فيه فانكشن اسمها ريسيت باراميترز، دي بيعمل لها او بينده لها مباشره لما تيجي تعرف الفولي كونكتد لاير. هنا بيعمل انيت باستخدام الكايمنج، كايمنج اللي هي الهي تمام، يعني دي اسمها كايمنج هي تمام. انا بقول لك كايمنج هنا معناها بيستخدم الهي انيشاليزيشن تمام. وهو طبعا الديفولت بتاعه انه بيستخدم الليكي ريلو، لو انت تتذكر الليكي ريلو اللي هي دي الليكي ريلو تمام، اللي هي طالعة سن كده عن الزيرو تمام. ومديها بارامتر معين ايه مش عارف بيساوي 5، ده هيفرق في الميل بتاع الجزء اللي هو ده، هيفرق في الميل تمام. لو كان حاططها هنا بزيرو دي هيخليها الريلو الأصلية، بدل سكوير روت اوف 5 خلاها زيرو هيبقى الريلو الأصلية تمام. بس بعد كده بيكسب وبيضرب مش عارف واحد على مقاس سكوير روت فان ان، ده الجزء اللي هو بتاع الجذر واحد الجذر اتنين على ام اوف ال ناقص واحد تمام. ده الديفولت امبلمنتيشن في الباي توش. بس لما تيجي تغير الديفولت امبلمنتيشن، يعني انت لما تعرف اللينير دي تمام، في الحاله دي انت بيستخدم الديفولت امبلمنتيشن بتاع او الديفولت انيشاليزيشن تمام، اللي هو الهي انيشاليزيشن. انت عايز تغير فيه ممكن تستخدم الجزء ده، تقول له مثلا اف از انستانس ام تورش دوت لينير، لان ام ده انستانس في تورش دوت لينير تمام. ففي الحاله دي تقول له تورش دوت ان ان دوت انيت كايمينج يونيفورم، وتحدد بقى ان الويت هتستخدم المود فان ان، فان ان اللي هو طبعا هتستخدم النودز اللي داخله عليها بس تمام. بعد كده تحدد النون لينيرتي اللي هي الاكتيفيشن فانكشن، النون لينير هنا حدد انها تكون الريلو، الديفولت بتاعها هي الليك ريلو في السورس كود بتاع الباي تورش تمام. وهنا برضو بيشوف برضو الكلام ده على فكره بتطبقه برضو على البايز، يعني البايز برضو بتعمل له سكيلينج، لو ما كانش
لو ما كانش طبعا هنا بيقول لك if m dot bias detach 0، تمام هنا بيصفر. تمام بعد كده الجزء ده نفس الكلام هنا. هنا طبعا ده الجزء ده مش هستخدم الهي انيشاليزيشن ولا الزافير ولا هستخدم اي طريقه انيشاليزيشن، هستخدم نورمال ديستريبيوشن عادي. تمام نورمال جاوسيان ديستريبيوشن مين بزيرو والفاريانس ب واحد من الف. تمام طبعا هنا جزء الديتاتش ده، والجزء الديتاتش ده عشان لو لو كان مثلا البايز والويت والحاجات دي كان هتحسب لها الجريدينت اوتوماتيكالي. تمام فاي حاجه بتخش او اي عمليه هتحصل على البايز والويت في الحاله دي بيعدل على الكومبيتيشن جراف، فانت عايزه يعمل انيشاليزيشن من غير ما يعدي على الكومبيتيشن جراف، فبتستخدم جزء الديتاتش ده. تمام ديتاتش بقى كده مثلا تصفره. تمام ده المقارنه ما بين الاوتبوت بتاع النورمال جاوسيان انيشاليزيشن. تمام هنا شو هتلاقي الليرنينج بتاعك بطيء في البدايه، ده طبعا اللوس فانكشن كبيرة جدا في البداية، فالليرنينج بطيء جدا لحد مثلا ما وصل لأول مثلا 20 ايبوك، لحد ما بدأ ايه بدأ تقل اللوس فانكشن، بدأ يحصل التريننج. لكن لما استخدم الكامين هي انيشاليزيشن اللي هو الديفولت بتاعها، تمام الديفولت امبلمنتيشن بتاع السورس كود بتاع البايتوش، هتلاقي ان الليرنينج ايه سريع في البداية. تمام وعن هنا برضو ايه نفس الكلام، الاكيوريسي كانت صغيرة جدا في البداية، وهنا هتلاقيها سريعة مع الانيشاليزيشن بتاع الكامين هي. تمام طبعا هنا بيقول لك خلي بالك نوت ان الباتش نورماليزيشن، لما تستخدم الباتش نورماليزيشن في الحاله دي الانيشال فيتشر ويت تشويز از ليس امبورتنت، في الحاله دي الويت اللي هي الاساس اللي انت بتعمل بيه انيشاليزيشن في الحاله دي مش هيفرق كتير. تمام لو استخدمت الباتش نورماليزيشن، الباتش نورماليزيشن بيتغلب على مشكله الفانيشنج جريدينت وبيظبط لك ايه الويت و الانبوتس اللي داخله على كل نود. تمام بعد كده هقارن لك ما بين النورمال جاوسيان انيشاليزيشن بالباتش ومع الباتش نورم. تمام والكايمن هي انيشاليزيشن من غير الباتش نورم، هتلاقي هنا الليرنينج قريب من بعضه. تمام والليس فانكشن بتقل برضه، مع برضه ان الاختلاف هنا الليرنينج بتاع الباتش نورماليزيشن افضل برضه من الكايمن هي انيشاليزيشن، يعني حتى الباتش نورماليزيشن هتلاقيها افضل من الكامي هي initialization. تمام ده جزء الـ weight initialization والزابير والهي initialization. تمام شكرا وبالتوفيق.